تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة. وتسلم الملك أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية منغوليا غير المقيم، وسفير جمهورية الفلبين، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسفير نيوزيلندا، وسفير جمهورية سلوفاكيا غير المقيم، وسفير إمبراطورية اليابان، وسفير الجمهورية التركية، وسفير جمهورية صربيا، وسفير جمهورية بولندا، وسفير جمهورية الأوروغواي، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا، وسفير جمهورية البرتغال، وسفير الجمهورية اللبنانية، وسفير جمهورية أذربيجان، وسفيرة جمهورية لاتفيا غير المقيمة. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في المملكة وحملهم نقل تحياته لأصحاب الجلالة قادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم. بدورهم نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك على ما وجدوه من حفاوة وكرم الضيافة. حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام الكين.